اشتركوا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعيد تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يغفر لنا ذنوبنا دقيقها وجليلها، ما أعلنا منها وما أسررنا وما علمنا وما لم نعلم وما هو أعلم به منا، وأن يجعلنا له شاكرين طائعين مخبتين، وأن يحفظ علينا أبناءنا وأزواجنا وأموالنا وديارنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله. تحدثنا في الجزء الأول من سورة الحجرات عن ما يجب على المسلمين تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وبينا أن آداب الآيات لا ينحصر على النبي، وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصية في هذا المقام، ولكنها تنسحب على كل قيادة، وبخاصة إذا ما تعلق الأمر بالإمامة العظمى أو بالحاكم أو بالرئيس أو بمن يقوم مقامه. فهناك آداب يجب أن تكون في العلاقة بين الناس وبين الرعية وبين الراعي. وتحدثنا أن الآية الأولى تحدثت عن عدم الافتئات على الحاكم، وطبعا من باب أولى على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الآيات التي تلتها بيّنت الآداب التي يجب أن تراعى في الصوت وفي الحديث وفي عدم اقتحام أوقاته وتضييع أوقاته، كل هذه الأشياء التي تحدثنا عنها في المرات السابقة. الآن ستبدأ الآيات في دور الكبير الذي يلعبه الحاكم في حفظ السلم الاجتماعي في الرعية التي هو مسؤول عنها، وكذلك أهل الحل والعقد أو أهل الرأي أو من لهم المشورة من أصحاب الرأي في الأمة، ما دورهم في حفظ السلم الاجتماعي، ما دورهم في حفظ هذا السلم الاجتماعي. وأول ما يخرم السلم الاجتماعي ويوجد العداوات بين الناس هو عدم التثبت من الأخبار المنقولة، عدم التثبت من الأخبار المنقولة. ف
ثم يتسبب عدم التثبت في أشياء كثيرة، قد يتسبب في القتال، وهذا أعلى مظهر من مظاهره، وهذا الذي تكلمت عنه الآية، وقد يتسبب فيما هو دون القتال ولكنه يؤثر على بنية المجتمع وعلى تماسكه. منها مثلا أن يظن الناس بعضهم ببعض السوء بسبب تنقل هذه الأخبار غير الموثوق فيها، أو تحمل القلوب، يعني تتغير القلوب بدلا من المحبة والإخاء إلى الشحناء والانقسام والتضارب والتباغض، حتى ولو لم يصل إلى القتال. أغلب هذه الأشياء لمن يدرس أحوال المجتمعات يجد أن أعلى نسبة في هذه الأشياء حدوثا يكون سببها نقل الكلام، ثم عدم التثبت من المتلقي لهذا الكلام. نقل الكلام مرض، مرض عند الناس، ناس تحب أنت. ولذلك القرآن الكريم في واحدة من روائع التشبيه اللغوي، من روائع التشبيه اللغوي وهو يتكلم عن نقل الإشاعة، يقول إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم. تعرفين التعبير؟ إذ تلقونه بآذانكم وتقولون بألسنتكم، مش يجب أن يكون هكذا، أنت تقول باللسان وتتلقى بالآذان، ولكن انظر إلى القرآن ماذا قال، تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم، مش بلسانكم. إيه عظمة التعبير هنا في هذا الأمر، عشان نشوف قد إيه أحيانا المتلقي يكون سبب في انتشار الكلام، لأنه يزيد شهوة صاحب النقل حيث أنه يجد آذانا له صاغين. لما قروني القرآن يقول تلقونه بألسنتكم، معناها إيه؟ معناها أنها لم تمر على الآذان الممر الطبيعي الذي تأخذه إلى العقل ثم يترجم بعد ذلك على الجوارح أفعالا وعلى اللسان نطقا. فكأنما أراد القرآن أن يقول أنك سمعت كلاما ما دخل أذنك ولا مر على عقلك، إنما تلقيته بلسانك فقذفته. تاخدين بالكم من هذا؟ ده يكون واحد مستني كده، واحد بيحدف له كورة يوم يدوب يعملها كده، يلقفها كده، فكأنه عايز يقول لك إيه، أنت هتنطق بلسانك، فكأنه اختصر عملية التلقي إلى أن الكلام كأنه وقع على لسانك فقمت قذفه، كأن الكلام نزل على لسانك فقمت عامل فيه إيه؟ رميه مباشرة، يعني دون تفكير، لم يمر الممر الطبيعي بتاعه، يدخل على الأذن والعقل يعقله، وبعدين يا إما ينطقه على اللسان أو لا ينطقه أو يحبسه. واضح؟ استلقونه بألسنتكم، تمام؟ وتقولون بأفواهكم، المفروض القول يكون باللسان، لا، يقول لك ملأت به أفواهكم حتى كأن الفم كله إيه؟ ينطق ويتكلم. فيبقى إذن هذا التعبير يدل على أن المستمع لمن يلقي عليه الكلام هو شريك في تشجيع هذا الذي ينقل الكلام على هذا النقل. دور العقلاء أن يحكموا هذا الأمر، ولذلك يأتي النداء الثالث. قلنا في العلاقة بين الراعي والرعية من ناحية واجبات الرعية كان فيها كم نداء؟ نداءات. الأول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. النداء الثالث يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أولا الروايات في أغلبها أو في أكثرها أو في معظمها وجمهرة المفسرين على أنها نزلت في الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط، وهذا الوليد كانت له صحبة قليلة، يعني لم يصحب النبي كثيرا لأنه أسلم مؤخرا ولم يروى عنه كثيرا. نزلت في الوليد في حق بني المصطلق. بني المصطلق بعدما أسلموا حسن إسلامهم
كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم موعد أنه سيرسل من قبله رسول ليأخذ له الصدقات الزكاة المفروض. فلما ذهب وكانوا حديثي عهد بالإسلام بنو المصطلق وكانوا فرحين بالإسلام لأنه كان خير عليهم، تعرفين السيدة جويرية بنت الحارث اللي وصصم لما يعني تزوجها وأطلق أصحاب النبي يعني بنو المصطلق، قالت السيدة عائشة ما رأيت امرأة كانت خيرا على أهلها من جويرية رضي الله عنها وأرضاها. فكانوا فرحين بالإسلام، فلما حضر الموعد وعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه خرجوا بزكواتهم ينتظرونه خارج القبيلة. وكان بين الوليد ابن عقبة وبين هذه القبيلة بعض الإحن، كما قالت الإحن يعني المشاحنات قبل الإسلام، فهو لم يتخيل أنهم بهذه الدرجة من الإيمان حتى يخرجوا في ملاقاته، فظن أنهم خرجوا لقتاله، يعني قالوا فرصة الوليد جاي عندنا بنفسه نأخذ. فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ناجيا بنفسه، هكذا ظن. كل هذا لا يقدح في الوليد، يمكن أن يظن، ممكن الشيطان يوضع في دماغه أنه عايزين يقتلوه، ممكن يظن، لكن الذي قدح أنه لما عاد برر عودته بغير الحقيقة، لم يقل مثلا للنبي صلى الله عليه وسلم رأيتهم خارج القبيلة يريدون قتلي فخفت منهم فرجعت، لكن قال منعوا يا رسول الله الزكاة وأرادوا قتل، منعوا الزكاة وأرادوا قتل. فهذا أمر يجعل النبي في حال يعني من الغيظ. وهنا بدأت الروايات تختلف شوي. روايات قالت أنهم لما رأوا الوليد بن عقبة عاد ذهبوا في إثره إلى المدينة بنو المصطلق ودخلوا على النبي، قالوا لعل في شيء أخبر به الوليد سخط من الله الرسول علينا لم يقبل منا الزكاة. فذهبوا إلى المدينة فوافوا النبي عند العصر، وقال لهم النبي أخلفتم موعدي وأردتم قتل رسولي؟ قالوا يعني معاذ لله أن نفعل ذلك، معاذ الله أن نفعل ذلك، ونحن جئنا بالصدقات. فنزل القرآن بعد صلاة العصر بهذه الآية يبرئ هؤلاء، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يكن قد صدقهم بعد، لأن أكيد مجيء الوليد عليه بطريقة جعلته يعني يرى أن الناس هؤلاء قد يكونوا أخلف الوعد. فنزلت الآية. وروايات أخرى قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد الوليد إليه كعادة الناس انتفض الصحابة، كيف يفعل هذا؟ لا نخرج إليهم نقاتلهم نفعل، عارفين الناس تتسرع. ودي الرواية دي أميل إليها، لماذا؟ لأن الآيات التي تلي هذه الآية تؤيدها، يعني تذهب إلى هذا المذهب أكثر. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم، لو يطيعكم معناه أنه كان فيه يعني تحريض أنه نخرج إليهم ونفعل 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 دون استيفاء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستوفي فأرسل خالد، لكن لما أرسل خالد أرسلوا في كتيبة مقاتلة، لأن القضية احتمال يضطر للقتال. فأرسل خالد بن الوليد إلى بني المصطلق وقال له، هنا بقى الحكمة في القيادة، قال له لا تحدث شيئا حتى تطمئن وتتأكد بما نقله الوليد. فخالد التزم فعل النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى هناك فوافاهم قبل الفجر، فأرسل له عينا قال انظر هل يقيمون الصلاة، ماذا يفعلون؟ فجاءه وقال له إنهم يصلون ويقيمون الصلاة وأراهم مطمئنين بالإيمان. فدخل على هذا الأمر وعرف منهم القصة، ثم أخبر النبي، ثم نزلت الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هنا كيف حفظ النبي صلى الله عليه وسلم السلم الاجتماعي هنا بقضية التثبت وعدم السماع للناس فيما أرادوه،
وهنا دائما القيادة الحكيمة تظهر أين؟ عندما يتجمهر الناس، لأن الإنسان يصبح حتى لو كان قيادة تحت تأثير العقل الجمعي، تحت تأثير العقل الجمعي. العقل الفردي بيبقى أكثر تركيزا، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما أراد التفكر في أمر النبي قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. خذوا بالك، عايزك تتفكر في أمر النبي، فيقول لك إيه؟ أن تقوموا لله مثنى وفرادى، يعني يا إما اتنين فقط يذكر بعضهم بعض أو واحد لوحده، لأن ده أدعى للتفكير. لكن لو خرجنا ألف ما نعرفش نفكر، يصبح تصرف الجماعة يطغى على العقل الفردي، ويصبح العقل الفردي جزء من العقل الجمعي. بمعنى إيه؟ مثلا أضرب مثال لتوضيح هذه النقطة. لو أنت في مظاهرة فيها ألف واحد، وعملوا دراسات على الحكاية دي، واحد من المظاهرة رفع حجر وانقذف به مكان كسر، تلقى المظاهرة كلها بتقذف وتضرب والتخريب كله حصل. لو جبت 80% من اللي ضربوا وعملوا، عملت ليه كده؟ تعرفش، لأن المجموع ايه؟ المجموع عمل. فتقوم انت، ولذلك من أصعب شيء ضبط الأمن في التجمعات الكبيرة. مش علشان التجمعات الكبيرة صعب ضبط أمنها، لا، لأن أي تصرف فردي فيهم بيتحول إلى تصرف جمعي، وأغلب الناس يتصرفون دون أن يدروا لماذا فعلوا ذلك. فالقيادة الحكيمة بتعمل لنفسها إيه؟ هذه مواصفات القائد، يعني بيعزل نفسه في وقت الأزمة، عزل عقله بس، مش عقل كامل، مش عزل كامل، بيعزل عقله في وقت الأزمة عن العقل الجمعي حتى يستطيع وقت هذا التجمهر أن يرى الحقيقة ويتخذ القرار الصائب. متى يفقد أهم مزية من مزيات القيادة؟ إذا انخرط مع العقل الجمعي وأصبح يفكر بما يفكرون، فيتصرف كما تصرف أسفه واحد فيهم، لأن اللي بيبدأ المشكلة بيكون أكثر ناس سفاهة، يعني اللي ألقى الحجر، اللي عمل كذا، اللي بينتفض بسرعة، اللي كان العرب يسمونه بادي الرأي، يعني رجل سريع الانفعال وبادي الرأي. فهذا يقوم مؤثر على المجموع، المجموع يتحرك، القيادة تنزل لمستوى هذا بادي الرأي وتتصرف كما يتصرف المجموع، يبقى مش قيادة. لأن القيادة بيبان لنا بقى في حال التجمهر والعقل الجمعي يستطيع أن يضبط عقله وينعزل عن العقل الجمعي، بينظر الأمور ليسيطر على الجمع ويتحرك في المسار السليم. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كانت القيادة على غير ذلك، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم، يعني لو ما كانش بيعرف يتصرف ويمسك نفسه وقت تجمهركم، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. وده مش خاصة بالرسول، لكن خاصة بكل قيادة. فدور القيادة في حفظ السلم الاجتماعي أن لا يتأثر كما يتأثر الناس، ولا يندفع كما يندفع الناس، ولكن يثبت ويتثبت، يبقى ثابت هو في نفسه ويتثبت من أمور حتى تتضح وتكون عنده كفلق الصبح، ثم عندها يأخذ القرار. ولو أنه كان كبقية الناس وأخذ القرار وتصرف، بعدها بقى يرجع يندم، وكما بيّنت الآية فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. طيب، قبل أن نتكلم في هذه القضية، وأرجو أنكم تتابعوا معي كما تعودنا، نمر على الآية حتى لا يكون فيها غامض في لغتها، ثم نتحدث عن الدروس التي فيها إن شاء الله. أول شيء نجده: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. تعبير إن الشرطية. طيب، كان ممكن يقول يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبين. يمشي الحال ولا يمشيش؟ إذا شرطية، مش كده ولا إيه؟ طيب، ما الفرق بين التعبير في القرآن بإذا الشرطية وإن الشرطية؟
إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وإذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الفرق اتضح من هذه الآية. إيه الفرق؟ إذا لا توحي بالنضرة، يعني يمكن يكون أمر بيتكرر كتير، إذا جاءك فلان اعمله كذا، إذا جاءك كذا اعمله، يعني ممكن يكون أمر بيتكرر، لكن لما يقول إن جاءكم معناها إنه نادر الحدوث، لأن أصل الجماعة المؤمنة ألا يحدث فيها هذا، ألا تدع الفاسق ينقل الوشاية. فعايز أقول إن 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 واخدين بالكم القصد، إن حصل وفيه طلع فيكم فاسق ينقل الكلام إن فاعملوا كذا. فهذا معناه إيه؟ أن من علامات المجتمع المؤمن ألا يكثر فيه أهل الفسق الذين ينقلون الأكاذيب والأراجيف في المجتمع. ده الأصل، لأن المجتمع المؤمن ينبذ ويطرد خبثا لا يبقى فيه، فإن بينت أن هذا أمر غير أصيل في المجتمع المسلم. خدوا بالكم التعبير القرآني، عندما أنا دايما أكرر أن كل لفظة وكل حرف وكل كلمة في القرآن الكريم في مكانها لا يصلح غيرها في اللغة العربية كلها، لا يصلح إيه، وهذا من إعجاز القرآن الكريم. يبقى إن جاءكم فاسق، وتكلمنا في معنى الفاسق وسنتكلم فيه في الآيات المقبلة فندعو إلى هناك، ولكن الفاسق هنا ليس الكافر، ولكنه الفاسق معناه الذي خرج عن القصد وعن الطريق المستقيم، سواء في أحكام الدين أو شرائعه أوامره أو نواهيه. ليه؟ لأن الآية اللي هتيجي تجمع التلاتة مع بعض، وإحنا قلنا القاعدة في اللغة العربية في القرآن الكريم إن ممكن الكلمة تدل على الأخرى إذا تفرق، فإذا اجتمع لا تدل واحدة على الأخرى. فاكرين القاعدة دي؟ أنا بكررها كتير. يعني مثلا كلمة المسلم والمؤمن، ممكن الآيات تقول المسلم فتعني المؤمن، وتقول المؤمن تعني ده المسلم، بس حالة تفرقهم، يعني دي في آية في سورة كذا ودي في آية في سورة كذا. لكن لو آية قالت مسلم ومؤمن أو آيتين ورا بعض مسلم ومؤمن، يبقى معناها أنها عايزة تدي معنى آخر لكل كلمة منه. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ليه هنا قال فأخرجنا ما كان فيها من المؤمنين؟ ما قالش ليه فأخرجنا ما كان فيها من المسلمين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين؟ لأنه عايز يقول اللي أخرجناهم المؤمنين بس، فالبيت المسلم اللي وجدوه كان فيه غير مؤمنين، بس بيت مسلم. امرأة لوط كانت كافرة لم تكن على ديانة لوط، وهي من بيته الايه؟ المسلم. يعني لو رجل مسلم الآن تزوج من كتابي فهي ليست مؤمنة، ليست مسلمة بالمعنى، ولكنها عضوة في بيت ايه؟ مسلم. فلما يجي يقول بيت ما قالش بيت من المؤمنين، لأن لو قال بيت من المؤمنين يبقى كل أفراد البيت مالهم؟ مؤمنين. إنما لما يقول بيت من المسلمين يبقى يجوز لأفراد البيت المسلم أن يكون فيه غير مسلم. ولذلك هنا استخدم لأن الآيتين ورا بعض، لكن ممكن تيجي هنا بمعنى آخر، يبقى المسلم بمعنى المؤمن والمؤمن بمعنى المسلم. كذلك الفسق والكفر والعصيان أحيانا يدل لكل كلمة منهم على الآخر إذا تفرق، لكن لما يجمعهم ربنا زي ما هيجمعهم في الآية اللي جاية اللي هنبقى نتكلم عليها، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ورا بعض كده، يبقى كل واحدة لها معنى مختلف هنتكلم عليه في وقت، لها معنى مختلف سنتكلم عليه في وقتها إن شاء الله. فالفاسق هنا في هذه الآية هو العاصي الذي يعني لم يلتزم حدود الايه؟ حدود الشرع، واخذت من فسقت الرطبه او فسقت الثمره يعني خرجت. والفسوق هو الخروج، والفسوق هو الايه؟ هو الخروج. فان جاءكم فاسق بنبأ، وهنا جاء بكلمه نبأ ولم يقل خبر. ان جاءكم فاسق بايه؟ بنبأ ولم يقل خبر. اسكت، تستمتعوا معايا شويه بالكلمه في اللغه العربيه. ما الفرق بين نبأ وخبر؟ ما الفرق بين نبأ وخبر؟ خبر حقيقي. ايوه. النبأ يعني يعني كذب، يعني ولا نص كذب ونص حقيقي. يعني لما يقول عما يتساءلون عن النبأ العظيم، نص كذب ونص حقيقه مثلا؟ واحد قال يا اخي
وجئتك من سبأ، خد بالك من الحته دي، خد بالك، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. يقين، فعلى كلامكم ما ينفعش يجيب هنا ايه يقين، لانه كان يقول له جبت لك من سبأ بنبأ احتمال يعني، اتاكد يا سليمان، لكن قال له جئتك من سبأ بنبأ يقين، يبقى مش ماشي الحكايه بتاعتك. مش نعم ابو حازم، مش خبر، مش نعم العكس بقى، لا هو خبر وقع، الخبر قد يكون حقيقه وقد يكون كذب، فاذا كان كذبا يسمى افكا، يسمى بهتانا، يسمى تخريصا، يسمى اي ما يسمى من 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 مرادفات اللغه. لكن طيب انتوا مركزين معايا الان، انا بسالكم ليه؟ علشان المعلومه ما تطرش من دماغكم، لان الكلام لما يجي سهل بيروح سهل، صح ولا لا؟ تمام. طيب الفرق بين الخبر والنبأ ان الخبر اعم واشمل، لكن النبأ عندما يقول نبأ معناها انه امر مهم له نتائج عظيمه، امر مهم له نتائج عظيمه، فيقول لك انت بيه فيه نبأ. ولذلك لو رحت ورا كلمة نبأ في القرآن الكريم هتلاقوها دايما تتكلم يا اما عن الأمر المهم ذو النتائج الكبيرة، عما يتساءل عن النبأ العظيم. جبتك من سبأ بنبأ يقين، إن وجدت إيه؟ امرأة تملكهم من دون الله ولها عرش عظيم، يعني بتكلم كلام بقى. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، شو اللي موضوع كبير يعني، وهيترتب عليه نتائج. النبأ اللي جابه الهدهد تسبب في اسلام مملكه، صح ولا لا؟ فالنبأ شيء عظيم تترتب عليه نتائج كبيره، ماشي؟ فهنا ليه جاب هنا النبأ؟ جابوا الان، عايز اقول لك خد بالك، نقل كلام ممكن يؤدي الى قتال، ده مش خبر عادي، ده كلام في مستوى النبأ، يعني شيء عظيم ستترتب عليه نتائج خطيرة. خدوا بالكم، شوفوا الكلمة، اختيار الكلمة هنا، ده ليه احنا بنقول، خدوا بالكم، عايز انبهكم النقطة، بلاغة القرآن مش في صعوبة اللغة، بلاغة القرآن مش في صعوبة اللغة، أسهل لغة تسمعها لغة القرآن. لو أديتك كتاب لعصور الجمود، الجمود الفكري والعلمي في تاريخ الاسلام، وتقرا بس في كتاب من كتب الفقه ولا كتاب من كتب الفلسفه، واتحداك لو فهمت الكلام اللي هم كاتبينه، اتحداك، حتى علماء في العقيده تعرفوا يقولوا على الله، يقولوا ايه العله الاولى للوجود، ولا وواجب الوجود، وتنقسم مش عارف الطرق، كلام كله انما لغه القران لغه بسيطه جدا، انما هي في اعلى مستويات اللغه. ليه؟ لاختيار الكلمات في اماكنها، يعني ممكن يختار الكلمه التي تغنيك عن جمله، فيجيب لك هنا مثلا ان عشان يبين لك ايه ان الحدوث الي، وبعدين يجيب لك النبأ وما يجيبلكش الخبر، يبقى انت تفهم، لو بيفهم اللغه العربيه كويس يفهم ان النبأ جاي عشان يبين لك ان الامر خطير، فما يجيش يقول لك ايه، لو جاءك خبر خطير وعظيم، لو واحد مننا من اللغه بتاعتنا طبعا الفصيحه بتاعتنا، ها الفصيحه بتاعتنا، هيقول لك جاءك خبر عظيم كبير، يعني يحكي لك بجمله كده. ولذلك العلماء قالوا ايه، البلاغه في الايجاز مش في التطويل، البلاغه في الايجاز، وكيف يصل الانسان الى مبتغاه من اقصر طريق دون تعقيد. ولذلك هنا بيقول لك بنبأ، يبقى هو الكلمة أعطت ما وراءها، خلاص إدتك الإيه؟ الشرح الكبير اللي وراءها، فتبين محص الأمور، وطبعا في قراءة فتثبت، يعني الاثنين زي بعض، يعني تثبت من الأمور. يبقى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا، لئلا تصيبوا قوما بجهالة وقوما للتنكير حتى تعمم، يعني لا يكون ممكن مثلا لما لو هنا قال كالآتي، فتبين أن تصيبوا القوم بجهالة، إيه الفرق هنا بقى؟
يبقى هنا يقصد بني المصطلق بس، لكن القرآن دي مش عادته. القرآن عادته أن يحول الحادثة الجزئية إلى قاعدة كلية، دي عادة القرآن. ولذلك علماؤنا حطوا قاعدة في فهم النصوص، سواء كان النص قرآن أو سنة، قالوا العبرة ليست بخصوص السبب ولكن بعموم اللفظ. يعني ما نوقفش إلا لو جاء دليل يقول ما تعدوش الحكاية دي عن الناس دي، زي مثلا نكاح أزواج النبي من بعد، هذه جريمة لكن لا تتعدى غير أزواج النبي. خلاص، أي واحد يموت مراته ممكن تتزوج، دي خاصة بمين؟ بالنبي. لكن لما يجي أي حاجة تانية ما فيش فيها دليل للتخصيص فالأصل فيها عموم الله. فهنا لما قال أن تصيبوا قوما، يبقى هنا صرفها بقى القضية مش قضية بني المصطلق، هي القضية يبقى اتعلموا من حادثة بني المصطلق ألا يحدث ذلك مع أي قوم أيا كانوا، حتى ولو كانوا مسلمين أو غير مسلمين. أن تصيبوا قوما، استنكير هنا يفيد العموم، يفيد العموم. أن تصيبوا قوما بجهالة، والجهالة لها أمرين: ضد العلم أو حال طغيان الشهوة على العقل. تمام؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. إيه الجهالة هنا؟ هل الجهالة هنا إنه ما يعرفش إن ده حرام؟ لا يعرف. يعني هنا الجهالة في سورة التوبة: إنما التوبة على الله، في سورة النساء، للذين يعملون السوء بجهالة. الجهالة هنا مش ضد العلم، لا، الجهالة هنا طغيان الشهوة على العقل حتى جعلته كالجاهل الذي لا يعلم. هذا هو المعنى في كلمة يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فالجهالة لها معنيين: إما طغيان الأمر على العقل، فقدان العقل، أو فقدان العلم، الاثنين جايزين. تمام؟ ففي الآية هنا تحتوي الاثنين. معناها ايه؟ ما تجعلوش الحمية والحمية تطغى على عقلكم كأنما غيب العقل فتتصرفون تصرف الجهلاء. فإن من المعنى هنا، أو يكون نقصان التثبت، نقصان في العلم مما يؤدي إلى التصرف بجهل، يعني من غير علم. لأن التثبت يعني أنا كنت لا أعلم إذا كان الناس دول فعلوا أم لم يفعل، فلما تثبت علمت أم لم أعلم، يبقى علمت. فلو تحركت قبل التثبت يبقى أنا نقصني العلم، وهو ضد الجهل. يبقى الكلمة هنا بجهالة في الآية دي بالذات تحمل المعنيين مع بعض، يعني كأنه يقول نقصان علمكم بالتثبت، هل القوم يعلمون أم لا، أصابكم بالجهالة، كذلك أنكم حال تصرفكم تحت ضغط الحمية والانتقام تفقدون العقل في اتخاذ القرار فكأنما تصرفتم بجهالة. واضح كده؟ أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا. تصبحوا، التعبير ده في القرآن الكريم معناه تغير الحال، لأن الصبح بيعبر عن إيه؟ تغير الحال من الليل إلى النهار، والصبح أول النهار، أول ما بيبان التغير بيبان فين؟ في الصبح. ولذلك من تعبيرات القرآن في الصبح مثلا: والصبح إذا تنفس، من أربع تعبيرات القرآن لهذا التشبيه. يعني عايز أقول لك إيه؟ كأن الصبح كان غايب، نايم يعني، غط أو ميت أو ثم تنفس. فده بيوحي بأن الليل نوع من الموت والنهار نوع من الإيه؟ من الحياة والنشاط. ولذلك تعبير القرآن على الليل: والليل إذا سجى. خد بالكم من كلمة سجى. سجى معناها إيه؟ نعم؟ اتمدد. يعني أنت بتمدد دلوقتي مسجي؟ لا، ربنا يديك الصحة والعافية إن شاء الله. المسجي هو النائم لا حركة فيه، هامد. ولذلك يعبر بها عن جثة الموت في الغالب،
نقول جثته مسجية. مسجي كان العرب يستخدموها دايما اذا دخل على جثة وجدته مسجية. مسجية يعني خلاص ميت لا حركة فيه. فالشيء المسجي هو الشيء الذي لا حركة فيه كأنه ميت، ولذلك تستخدم في الميت. انما لو واحد نايم بيتقلب بيتنفس بيطلب بيفتح عينه بينام ما يسماش مسجي، ما يسماش مسجي. ولو نص جالس يسمى متكئ. على الارائك ايه؟ متكئين، لان مفيش نوم في الجنة فيه يعني تتجعص كده مفيش نوم. واحد من اللي بيحبوا النوم مره سمعني بقول في الجنه مفيش فيها نوم زعل جدا، قال لي ربنا يسامحك يا شيخ ده انا فكرت فوق ما اروح هناك هنام لما انا مش ورايا حاجه بقى هنام واخد راحتي، هتقول لي مفيش فيها نوم لا حول ولا قوه. فالمسجي والليل اذا سجع همل والصبح اذا تنفس. فالصبح يعبر فيه عن التغيير الحال، يقول فتصبحوا فأصبحوا نادمين، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إيه هو الندم؟ عارفين أصل الندم جاي من إيه؟ الندم سمعت عن كلمة المنادمة؟ سمعت عن كلمة المنادمة؟ المنادمة شراكة الحديث أو النديم، عارفوا معنى كلمة النديم؟ النديم الجليس اللي ما بيفرقكش قاعد معاك يعني بتتسامروا بتتكلموا ف... ولذلك بيسموه مجلس الخمر، كان العرب يسموه مجلس الخمر مجلس المنادمة، أو يقول له تعالى نادمني يعني سامرني. تمام؟ طب منين أخذت كلمة الندم هنا بقى؟ الندم هو الغم الملازم كأنما أصبح لك نديما. يبقى الندم شوفوا جاء أصلها منين؟ غم صاحب صاحبه حتى أصبح نديمه من دون الناس. ولذلك المغموم ممكن بقى واحد قاعد كده في وسط عنده مشكلة مقرقاه مغموم بسببه، بيبقى في الحقيقة بجسده معانا بس اللي ملازمه مين؟ الغم، هوش معاك. فلذلك يسمى ندم لأنه بيلازم صاحبه الغم وتأنيب الضمير، يلازم صاحبه الغم وتأنيب الايه؟ الضمير. واضح؟ وضحت النقطة دي؟ ولذلك الملازمة بقى حسب لو ما فيش فيها مفارقة خالص تبقى كلمة الغرام هنا اللي تأتي. إن عذابها كان ايه؟ غرامة، ما ينقطعش. فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، يعني يصيبكم غم بما فعلتم لا يفارقكم. هذا هو معنى الايه؟ معنى الندم. وضحت كده يا إخوة؟ ده اللي في الآية ده. ولعلنا نكتفي. تعال بالنسبة رقم واحد أول نقطة هتجلها، هل هو الوليد؟ في الحقيقة الروايات تؤكد أنه الوليد. والحافظ الذهبي في ترجمته للوليد قال أن يعني أثبت هذا الكلام، ورواية الإمام أحمد أثبتت هذا الكلام. تمام؟ الإمام ابن تيمية في منهج السنة هو اللي انبرى فأسقط أغلب الروايات وضعفها التي قالت أنه الوليد. تمام؟ لكن ثبت بعد ذلك أن الوليد كان يشرب الخمر، وأثبت هذا الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء. وثابت أن سيدنا عثمان عزله من الولاية على الكوفة بسبب أنه صلى بهم الفجر وهو سكران أربعة في الكوف، ثم التفت إليهم وقال هل تحبون أن أزيدكم؟ فشهد عليه من شهد عند سيدنا عثمان، فاستدعاه سيدنا عثمان وعزم، فاستدعاه سيدنا عثمان وعزم. الذي يؤكد أنه الوليد الوليد طبعا يشرب الخمر في عهد سيدنا عثمان، يعني مش حديث إسلام بقى ولا حاجة، بقى مر عليه فترة طويلة، لكنه كان مدمنا إياها غير منكرا حرمتها. وأورد خد بالكم يعني مش كافر بها، يعني ممكن الواحد يستحل الحرمة يبقى كافر، غير منكرا حرمتها. وأثبت الحافظ الذهبي له شعرا
يقول أنه لا يصبر على فراقها مع علمه بحرمته. مش حاضرني البيت الشعري اللي قاله، لكن ده اللي كان موجود. فهنا الترجيح انه يكون الوليد، يكون الوليد. وثبت ايضا ان من ضمن الاشياء التي كان يتذرع بها قتلة سيدنا عثمان، الحاجات اللي كانوا بيتذرعوا بها، ان سيدنا عثمان جعل هذا الفاسق واليا مكان سعد ابن ابي وقاص احد ستة الشورى الذين عينهم عمر. فعزل سعد وعين الوليد على ما كان في الوليد. وطبعا واضح ان سيدنا عثمان لما جه يتثبت من قضية شرب الخمر في صلاة الفجر، هذا معناه ان سيدنا عثمان ما كانش يعرف انه بيشرب الايه، انه بيشرب الخمر. ابن تيمية كمان اسقط الروايات، لكن ما قالناش هو مين المعنى بالآية. فإذا كان ما قالش مين المعنى بالآية، وروايات متضافرة على أن المعنى بالآية هو، يبقى هو الأقرب أنه يكون بادية زلة من زلات سيدنا عثمان في تعيين مثل هذا على الكوفة مكان سعد بن أبي وقاص. لكن طبعا هذه لا تجعل ليست مبررا لأن يقتل، أو تكون واحدة من الأسباب التي يقتل من أجلها، من أجل عثمان، حتى ولو كان يعلم أنه يشرب الخمر. وضحت النقطة هذه يا إخوان؟ يبقى هنا احتمال أنه الوليد، لكن هناك رواية قالت إيه؟ قالت أن الوليد أرسل رجلا، فالرجل خاف منهم أو عاد ولم يصل إليهم، فأخبر الوليد أنهم امتنعوا عن الزكاة ويريدون قتله، فرجع الوليد فأخبر النبي النبي بذلك. هنا الرواية ضعيفة شوية. ليه؟ لأن الثابت أن المشكلة كانت بين بني المصطلق وبين الوليد قبل إسلام الوليد، ما كانتش بين الرجل اللي أرسله، ولم يذكروا ما اسم هذا الرجل، ولا توجد رواية غير هذه الرواية تقول أن الوليد أرسل الرجل. هنا الآن الوليد على أي حال ثبتت له صحبة، هل هذا يطعن في عدالة الصحابة؟ لا على الإطلاق. ليه؟ لعدة احتمالات. انتم مركزين معايا ولا هنجلها للمرة الجاية كنوا نمتم؟ لأن الكلام ده خطير اللي هقوله الآن. لأن طبعا مش عايزكم واحد منكم يكون نايم يسمع نص الكلام يقول الشيخ بقى شيعي. مركزين. أو النص الثاني يطلع ضارب ناحية الصحابي. لا تطعن في عدالة الصحابة على الإطلاق. خدوا بالكم. ليه؟ لعدة أشياء. الحاجة الأولى وقوع الشاذ إثبات للقاعدة. يعني إيه وقوع الشاذ إثبات للقاعدة؟ لو أنا قلت إن القرية دي أمية لا تقرأ ولا تكتب، معايا كده؟ فواحد قال لي بتقول أمية ذاك ده فلان ابن فلان فيه يعرف يقرأ ويكتب. خد بالك، هل وجود هذا انه بيعرف انه يكتب ما في نفى الاميه عن القريه؟ لا، بنقول له انه اثبت الاميه على القريه. ازاي؟ لان لو القريه مش اميه كان قال لي ده خد فلان وفلان 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 والقريه كلها يا رجل بتقرا وتكتب. انما لما عين لي واحد معناها ان القريه اميه. ها؟ لما كانت القريه كلها تروح لواحد يكون بيعرف يقرا ويكتب ويقعدوه ويقعد يا استاذ واكتب لنا الجواب ويرد الجواب يقراه ومش عارف ايه، وكان الجماعه اللي بيعرفوا يقروا ويكتبوا كان لهم مكانه كده زي السلاطين بقى. يعني انا شخصيا لحقت جزء منها في كام عائله حوالينا كده، كانوا يعني يقعدوا يبوسوا ايدينا على ما نكتب لهم الجواب او نقرا لهم الجواب، واوقات ما كناش نكتب اللي بيقولوه. لما الاول بيقولوا كلام مش كويس يزعل الراجل هو في غربته، فكنت احفظ اللي يقولوه احفظه في دماغي كويس قوي واكتب له كلام كويس، ولما اجي اقرا اللي هم قالوه لي فيبقوا مبسوطين قوي. فوجود واحد بيعرف يقرا ويكتب اثبات على وجود الايه؟ القاعده. فكون انه يعين واحد عمل كذا هذا دليل ان المجموع في الاصل فيه العداله، ويؤكد كلمة إن اللي احنا قلناها حيث أن ذلك نادر الحدوث
فمعناها ان العداله في مجموع الصحابه معدلين وان حدث من بعضهم بعض الاشياء. دي الحاله الاولى. الحاله الثانيه، حتى النادر اللي حصل منه حاجه ممكن الا تكون له لازمه، ممكن تكون زله حصلت يعني، لكنه بعد ذلك يعني. واحنا قلنا حتى المنافقين نفسه، المنافقين القران نزل شن عليهم، قلنا لما نزل ولا تصلي على احد منهم مات ابدا، تحول من اعداد كبيره كانوا فوق الالف منافق في المدينه الى انهم في نهايه الامر لم يتعدوا 13، لانه لما قالوا لا تصلي على احد منهم مات ابدا اصبح الوقت كل منافق خائف. لو مات في حياه النبي والنبي ما صلاش عليه معناه ايه؟ شهاده مختومه ان ده منافق مش هيصلى عليه، فكلهم حسوا اسلامهم خوف من ان لا يصلى عليهم فيلعنوا وقت دفنهم. فنزل العدد من قبل 13، فالناس دي تابت، واضح؟ فممكن واحد يحصل منه زي الوليد مثلا، ممكن ما يكونش عملها تاني لانه اتعلم، خد درس القاسم، وهكذا. سيدنا كعب لما تخلف نزلت توبته من السماء، مش كده ولا ايه؟ عن المعركه، المرأة اللي حصل منها الزنا ولا ماعز ولا غيره، زلات ثم يقوم من زلاته، فتبقى مش صفة لازمة، ليست صفة لازمة بالنسبة له، وهذه لا تجرح في عدالة الايه؟ في عدالة الصحابة. الأصل ما بنى عليه البخاري عدم الجرح في عدالة الصحابة، وأنه يأتي عند الصحابي فلا يبحث، هذا منهج سديد، هذا منهج ايه؟ سديد. لكن هل الصحابة يمكن أن يقع منهم في الحفظ والفهم ما يقع للبشر؟ هذا لا يختلف عليه اثنان، ودي المشكلة التي لا تحرر بين أهل العقل وأهل النقل. أوقات أهل العقل مثلا يقول لك الحديث مع صحة سنده مش مقبول متنا. الجماعة المحدثين الكلمة دي بتخليهم جسمهم يولع نار. كيف مقبول سندا؟ خلاص يبقى مقبول متنا. زي مثلا حديث السحر، دي من الاحاديث اللي حصلت عليها اشكاليات كثيره جدا. حديث سحر النبي، الحديث صحيح في البخاري يعني، فيقول لك بس السند صحيح بس مش قابلين المات. الشيخ محمد الغزالي مثلا يقول لك كيف انا اقبل ان النبي السحر والقران بيرد على ان الكفار بيقولوا ان تتبعون الا رجلا مسحورا، وانا اقول لهم ده مسحور. وضحت من الكلام؟ اذا الاختلاف على ايه؟ على المتن. هل الصحابه ممكن يقع منهم اخطاء في حمل المتن وفي فهم الدليل ايه؟ الامام الزركشي جمع كتاب كبير اسمه الاجابه فيما استدركته السيده عائشه على الصحابه، كانت تستدرك على اصحاب النبي اخطاؤهم في الحمل، يعني في حمل الحديث وفي فهمه. ومنها مثلا سيدنا عمر لما روى أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، سيدة عائشة استدركت، ماذا قالت؟ قالت ربنا بيقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني ما فيش حد مات واحد عيط عليه أنا مالي ومال. قالت القرآن بيقول لا تزر وازرة وزر أخرى. ثم قالت عمر يعني هيكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حاشا لي، ما يكذبش طبعا. لكن السيدة عائشة شافت المنظر، قالت لقد دخل عمر والنبي في نصف كلامه، في شطر كلامه. طب قال كان بيقول ايه النبي يا سيدة عائشة من الاول اللي هي سمعته من الاول؟ قالت كان يقول ان هذا يعذب في قبره واهله يبكون عليه. فكانما النبي يريد يقول ايه؟ بيبكوا على فراقه ولو عرفوا انه يعذب في قبره لبكوا على عذابه. فرق كبير في المعنى ولا مش فرق كبير؟ مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم ورد حديث صحيح أن الطيرة في ثلاث، في الدار والدابة والمرأة. السيدة عائشة قالت احنا بقينا مع الدابة والمرأة والدار في التشنج، فأزدحت. قالت إنما قال إيه؟ خدوا بالكم هنا نقص في التحمل، يعني قوة في الضار. قالت إن الرسول كان بيقول إنما كانت الطيرة في من قبلكم. ودي لغاء الإسلام، لأن الإسلام ما بيحبش الطيرة. ده من السبعين الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا يتطيرون. يعني حديث صحيح اخر بيثبت ان الطيره مش الطيره عن التشاؤم. ما اكون كلمه ما انتش عارفينها كويس جدا قولوها على طول، لان احيانا ببقى اقول ومعتقد ان انتوا عارفين الطيره هي التشاؤم، يعني تشائم المكان. فقالت انما النبي كان يقول انما كانت الطيره في من قبلكم
يعني الناس اللي قبلكم كان يتطير وكان فرق كبير، تمام؟ هذا بالنسبه للتحمل، يعني بالنسبه للتحمل. لما نيجي للفهم الروايه اللي قلتها لكم اكثر من مره، سيدنا ابو سعيد الخدري لما جه يموت اشترى ثوب جديد لم يلبس من قبل، ابيض جديد. فقالت السيده عائشه شافتهم يحملوا الثوب، قالت لما هذا الثوب؟ يعني هي استخسرته باين، يعني هي اتحط في التراب. انتوا عارفين ايام كانوا فقراء يعني مش زي عندنا، عندنا 500 لباس. فبتقول لهم ليه انتوا جايبين له ثوب جديد كده يعني يدفن فيه؟ قالت انه اوصى لانه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان المرء يبعث في الثوب الذي دفن فيه. فحب يكون ثوب نظيف وجديد عشان يبعث فيه. فضحك، قالت رحم الله ابا سعيد، انما النبي يقصد العمل، ان المرء يبعث على العمل الذي مات عليه. فان وكانت العرب تضرب تشبه العمل بالثوب، يبقى هنا ابو سعيد فهم شيء صح، صح ولا لا؟ وبعدين عندنا حديث ثاني برضه يفهم ان بعض الصحابه فهموا الكلام النبي غلط. منها مثلا الرسول لما نزل التيمم واحد اصابته الجناب فبعد بعيد خالص وخلع وقام اتمرق في التراب وعمل على جسمه كله. فلما النبي جه النبي ضحك لما تعرضه القفا، هذا التيمم ما يشيلش الايه؟ ما يشيلش الجناب. انت بس تتيمم تيممك للصلاه يجز لك الصلاه. يبقى هنا موجود كل هذا موجود. اذا لو انا بناقش من قضيه التحمل في الفهم او في الحفظ والنسيان فهم بشر، يمكن ان اناقش هذه القضيه. لكن العداله في الكذب او التحريف او ما الى ذلك لا يجوز، حتى وان وقع من بعضهم ما يظن انه يقدح في العداله، ولكن لا يمكن ان ينسحب على المجموع. وحتى الفرد نفسه ليست صفه لازمه له، ولكنها زله من الزلات يقوم منها ويتوب ثم يتحرك. وبالتالي ما عليه البخاري اولى بكثير. ثم لما احد الاخوه الشيعه مره يعني كنا بنتكلم فذكر الحاجات دي، قلت له طيب يعني البخاري، لو جبنا البخاري رواه البخاري رجال البخاري حتى من الصحابه، هل فيهم حد عليه كلام؟ بغض النظر يعني حتى الوليد بن عقبه او غيره ملوش روايات، هل عليه كلام حد من رجال البخاري؟ بقى السبيل للطعن في البخاري من انه يطعن القاعده التي بنى عليها البخاري عداله الصحابه في روايه الاحاديث، يبقى ده طعن في غير ايه؟ في غير محل. اظن اكتفي بهذا القدر، وساجعل في المره القادمه تكمله لهذه الايه الاحكام المتعلقه بولايه الفاسق وامامه الفاسق في الصلاه واحوال الفاسق. فالمره الجايه ناخذ جزء مع الفاسقين وبعدين ننطلق للخيط الاخير ان شاء الله. الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من يستمعون القادمين.